ولا تسمح ليا. فينا تهود عندها؟ راه ناسه. هاي شحال بكات؟ انا اللي حبستها كانت غتمشي لدارهم. ما عرفتش شنو كيبقى ليا. كنكون غادي مع ليا ما بيا وعلى نقشة كتقلب ليا كلشي كنولي بحال الوحش. انا وكيضرني داكشي في خاطري. انا نقولك شغل يدي شوية لك، فكر مع راسك وتهدن، عرف راسك اش دير في حياتك. اش غادي ندير؟ انا وليت كندير شي حوايج ما كيداروش. كيفاش اشعو؟ ياك ما رجعتي لداك الشيء عاوتاني. واش داك الشيء عاوتاني؟ ياك ما رجعتي لديك المصيبه ديالك عاوتاني. لا شوف فيا مزيان. قرب مني فيك حمر. ضربني البرد. ضربك البرد؟ والله تضربني. والله تضربني البرد. اسمعي صوتي كيدير اش كتضحك عليا انا؟ وربي العظيم يا المهدي. وشوف فيا مزيان وانا عارفك رجعتي لك المصيبه اللي انا نساني من حياتك. كيفاش نساني من حياتك؟ غتنساني هنس حوايجي وغنمشي من هالدار وما غتعاودش مازال تشوفني. انا كنقول لك ولا توحشنا هاد المراه الزوينه. احنا فين غادي نشوفوها؟ كنضحكش معاك المادي عافاك الله يعطيك السر. عرفتي كتولي ملي كتخرجي عينك. مهدي نهار جيت لهالدار هادي جيت باش نعودك على الحنان ديال ميمتك الله يرحمها. ولكن ماشي ملي غادي تكبر غضرب ليا كلشي في الزهر. وانا كنقولها لك والله ما نخليك. جميلة انا خايف. تخافش انا معاك. سمعتيني؟ سلكا؟ اه اش كيديروا هادو هنا؟ اه اش كيديروا هادو هنا؟ بوليس 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 وانا قريت له ديبو كامل دخلوا الفريغو تا هو قال لك الحوت غيديو الخيريه هذا كاع ولاد الخيريه غياكلوا الصمطه الحوت وداك السردين الكواري ولا علاش؟